السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الموجز الأخباري لهذا اليوم. هل ستؤجل حكومة كردستان موعد دوام المدارس بسبب الإضراب وفاة شخص وإصابة 4 منتسبين بحادث على الطريق الدولي في بغداد؟ بيان السيستاني: فتوى جهاد كفاية للمواجهة المسلحة وتكليف شرعي لن تقف بوجهه الحكومة. امتثالا لتوجيهات المرجعية، العتبتان العلوية والحسينية تبادران إلى مساعدة الشعب اللبناني. لا ترجعون للسنوات المظلمة. شارع المصافي بالدورة يتحول إلى ثكنة عسكرية والبرلمان يتحرك. رئيس هيئة النزاهة يدعو لتفاهمات دولية تمنع المطلوبين بجرائم الفساد عن الإفلات من العقاب. معركة مصيرية لمحور المقاومة، حقيقة تواجد قادة الفصائل العراقية في لبنان. أسعار الدولار والذهب في الأسواق المحلية بالعراق. الإعلام الإيراني يؤكد كلام بالسكيان بشأن خفض التوتر مع إسرائيل. الصدر يدعو أصحاب المواكب لاستقبال النازحين من لبنان. توجيهات من الحكومة بشأن اللبنانيين في العراق. الصحة اللبنانية: العراق البلد الوحيد الذي فتح أبوابه للبنان. التوتر في الشرق الأوسط يدفع أسعار الذهب إلى المنطقة الخضراء. إليكم تفاصيل الأخبار. علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 على احتمالية تأجيل الدوام الرسمي بسبب الإضراب. وقال علي في حديث: إننا ننتظر بياناً سيصدر الساعة 4 عصراً بشأن انطلاق دوام المدارس في أقليم كردستان. وأضاف: إننا سنبقى على مطالبنا المشروعة بما يتعلق بإطلاق الرواتب في موعدها المقرر، وأيضاً عودة العمل بالترفيعات والعلاوات المتوقفة منذ عام 2015. وأشار علي إلى أننا سنبقى على مطالبنا بشكل مستقل ونرفض استغلال الاحتجاجات من قبل أي جهة سياسية مشاركة حالياً في الانتخابات. أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 بمسرح شخص وإصابة 4 منتسبين بحادث على الطريق الدولي في محافظة بغداد. وقال المصدر: إن حادث تصادم وقع بين عجلتين أمبالا صفراء وكنتر حمل على الطريق الدولي السريع قرب علوة بغداد النموذجية. وأضاف أن الحادث أدى إلى مسرح شخص وإصابة 4 آخرين منتسبين في قيادة عمليات الأنبار. اعتبر الباحث في الشأن السياسي علي فضل الله اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 بيان المرجع الدين الأعلى في العراق السيد علي السيستاني بشأن ما يجري في لبنان بأنه إعلان جهاد كفائي. وقال فضل الله في حديث: إن بيان مكتب المرجع السيد السيستاني يوم أمس يعد بمثابة فتوى الجهاد كفائي، وإن لم تكن الفتوى صريحة لكن البيان أشار لعبارة مهمة جدا: إيقاف الهجمات الوحشية للكيان الصهيوني. ومن حيث المنطق يجب مواجهة هذه الهجمات بهجمات، وهذا يعد تصريحا من قبل المرجع الأعلى لمقاومة الاحتلال الصهيوني بأي جهد ممكن سواء عسكري أو لوجستي وغيره. وأضاف أن بيان مكتب المرجع السيد السيستاني يوم أمس أعطى شرعية كبيرة جدا لفصائل المقاومة الإسلامية لمواجهة الاحتلال الصهيوني بالمواجهة العسكرية والأمنية، والبيان كان بمثابة فتوى الجهاد كفائي، والحكومة العراقية وغيرها لا يمكن أن تمنع أي أحد من تكليفه الشرعي. أعلنت العتبتين العلوية والحسينية اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 عن استعدادهن لاستقبال اللبنانيين المهاجرين جراء القصف الصهيوني الأخير. وذكرت العتبة العلوية في بيان: إنه امتثال لتوجيهات المرجعية الدينية العليا أعلى الله مقامها، وانطلاقا من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني، وبعد الاعتداءات الهمجية المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني الآثم على أبناء الشعب اللبناني العزيز وعروج المئات من الشهداء إلى ساحة رحمة الله تعالى وإصابة الآلاف من الجرحى وتهجير الأهالي من المدن والقرى والضواحي جراء هذا العدوان الوحشي، تعلن العتبة العلوية المقدسة ممثلة بخدمها كافة
عن فتح جميع الفنادق ودور الضيافة ومدن الزائرين العائدة لها لاستقبال المهجرين من أبناء الشعب اللبناني البطل في مواجهته مع جبهة الشر الصهيوني المطلق. أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 إنها تحركت بشأن تحول شارع المصافي بمنطقة الدورة في العاصمة بغداد إلى ثكنة عسكرية بعد مناشدات من قبل الأهالي. وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي في حديث إن سيتم التواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية العليا لمعرفة أسباب تحول شارع المصافي بمنطقة الدورة إلى ثكنة عسكرية بحسب مناشدات الأهالي من المنطقة، خاصة مع وجود توجيهات بتسهيل حركة السير وعدم تأثرها بأي من النقاط العسكرية. وبين البنداوي أن جميع مناطق بغداد ليست بحاجة إلى أي سيطرات عسكرية وأمنية، فهذه السيطرات ربما تربك حركة السير، خاصة أن المعركة الحالية مع الإرهابية معركة معلومات واستخبارات، ولهذا سنعمل على التحقيق بهذا الشأن، وسيكون لنا اتصالات مع الجهات ذات العلاقة لإيصال مناشداتها للمنطقة. دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 لوضع تفاهمات دولية تمنع المطلوبين بجرائم الفساد عن الإفلات من العقاب. وذكرت الهيئة في بيان إنها شاركت كممثلا عن العراق في الاجتماع العام الخامس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد المنعقد في العاصمة الصينية بكين. وطالب رئيس الهيئة حيدر حنون خلال كلمة في المنتدى رفيع المستوى الذي عقد على هامش الاجتماع بعقد تفاهمات واتفاقيات دولية تمنع المتهمين والمدانين عن جرائم الفساد من استغلال التفاوتات القانونية بين الدول للإفلات من العقاب، منبها إلى أنه ينبغي أن تستند تلك الاتفاقيات إلى مبادئ أهمها تعاون قانوني دولي في مجال إنفاذ القانون وتبادل المعلومات وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسهيل إجراءات تسليم المتهمين واستعادة الأصول المسروقة وعادتها إلى الدول التي تضررت من الفساد، فيما شدد على محاسبة جميع المتورطين في الفساد بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية أو مكان ارتكاب الجرائم، وذلك لضمان تحقيق العدالة الدولية. كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 عن حقيقة وجود قادة الفصائل في لبنان، فيما أشار إلى أن المعركة في لبنان تعتبر مصيرية بالنسبة لمحور المقاومة. وقال المصدر في حديث إن الفصائل العراقية تؤمن بوحدة محور المقاومة وترى بأن جبهة لبنان استراتيجية في المعركة مع العدو الصهيوني، وهي بالفعل سخرت كل قدراتها بهذا الاتجاه. وأضاف أنه لا يمكن نفي أو تأكيد وجود بعض قادة الفصائل العراقية في لبنان، لكن يمكن الإشارة إلى أن هذه الجبهة تحظى بالدعم المستمر من قبل الفصائل، والأخيرة لن تتوانى في اتخاذ أي قرارات مهما كانت صعبة في دعمها، حتى لو من خلال إرسال نخبة الفصائل عند الضرورة إذا لزم الأمر. أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية لليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024، وأسعار الذهب التي شهدت ارتفاعا عن الأيام الماضية. وسجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعا في الأسواق المحلية، حيث سجلت الأسعار في بغداد 150,250 دينارا للبيع مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الشراء 149,900 دينار، في حين سجلت أسعار البيع 150,350 دينارا في مدينة أربيل، بينما سجلت أسعار الشراء 150,200 دينار، بينما سجلت أسعار البيع في البصرة 150,000 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما سجلت أسعار الشراء 149,700 دينار. وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية كالتالي: مثقال عيار 21 ب 565,000 دينار، مثقال عيار 18 ب 485,000 دينار، مثقال عيار 22 ب 590,000 دينار، مثقال عيار 24 ب 645,000 دينار، الليرة عيار 21 ب 565,000 دينار. قال الرئيس الإيراني مسعود بالسكيان يوم أمس الاثنين
إن إيران مستعدة لخفض التوترات مع إسرائيل طالما أنها ترى نفس المستوى من الالتزام من الجانب الآخر. وقال بسشكيان للصحفيين قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: نحن على استعداد لوضع كل أسلحتنا جانبا طالما أن إسرائيل مستعدة للقيام بنفس الشيء. نحن لا نسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. وعلى الفور نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في إفادة صحفية أطلعت عليها بغداد اليوم ما نقله الإعلام الأمريكي عن بسشكيان، معتبرا ما جرى نقله أمر ملفق، منوها أن بسشكيان أكد على أن جرائم إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة، وأن طهران تحتفظ بحق الرد على اختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. من جانبه نفى رئيس مجلس الإعلام الحكومي إلياس حضرتي في بيان صحفي له وزعه على وسائل الإعلام الإيرانية معتبرا أن ما نقل على لسان بسشكيان مخالف لما ذكره. دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 أصحاب المواكب على طريق كربلاء المقدسة إلى استقبال النازحين اللبنانيين، فيما وجه دعوة إلى أصحاب رؤوس الأموال من غير الفاسدين لجمع التبرعات المالية حصرا بغية فتح المواكب في لبنان وسوريا. باسمه تعالى قال تعالى: إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولا، أدعو أخوتي أصحاب المواكب على طريق كربلاء المقدسة لفتح مواكبهم أمام النازحين من لبنان وحسب الحاجة، فهذا أقل الوفاء للشهداء والمجاهدين. ثانيا، أدعو الجميع ولا سيما ذوي رؤوس الأموال من غير الفاسدين إلى جمع التبرعات المالية حصرا لفتح مواكب في لبنان وسوريا لمساعدة الجرحى والنازحين، على أن يكون تسليم التبرعات المالية في مقر البنيان المرصوص في النجف الأشرف حصرا مع أخذ وصل بذلك. مقتدى الصدر. أصدرت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 توجيهات جديدة بشأن المواطنين اللبنانيين وآلية دخولهم إلى العراق بعد العدوان الصهيوني على بلدهم. وذكرت الحكومة في بيان إنه بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامنا وإسنادا من العراق حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد الشاع السوداني بتمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة 30 يوما، وتمدد مرة أخرى استنادا إلى أحكام قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 بسبب ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة. وأضافت أنه تقرر إعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلى، مؤكدة على استمرار منح سمات الدخول مجانا للمواطنين اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية العراقية. أكدت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 أن العراق هو البلد الوحيد الذي فتح أبوابه للبنان، مشيرة إلى أن المساعدات تأتي بجميع المجالات. وقال مدير عام وزارة الصحة اللبنانية فادي سنان في حديث أن الكيان الصهيوني يستهدف كل شيء بلبنان وليس فقط المواقع العسكرية. وأضاف أن العراق البلد الوحيد الذي فتح أبوابه للبنان والمساعدات تأتي بجميع المجالات أبرز الصحة، موجها شكره إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني لتقديمه الدعم الكبير إلى لبنان. وأوضح: سجلنا يوم أمس أكثر من 500 شهيد و2000 جريح، مشددا على أن الوضع في خطر بلبنان. وكان رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أعلن أمس الاثنين الماضي في تنظيم الجهود ونقل المساعدات التي يحتشد فيها الجهد الشعبي والرسمي استجابة لدعوى المرجعية العليا وتوجيهاتها في بذل كل ما من شأنه أن يخفف من معاناة الأشقاء في لبنان. ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024 بفعل تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياط الفيدرالي تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية، وبسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وبحلول الساعة 0507
بتوقيت بغداد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2636.85 دولارا للأونصة، بعدما بلغ رقما قياسيا عند 2638.37 دولارا في وقت سابق من الجلسة، كما وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين. وزادت العقود الأمريكية العاجلة للذهب 0.4% لتسجل 2661.60 دولارا للأوقية.